معاملة مميزة للغاية سيتلقاها الرئيس 47 للولايات المتحدة أو الرجل الأقوى على الأرض كما تحب أفلام هوليوود تسميته أحياناً. ربما هذا العام قد تتحول هذه التسمية إلى السيد الأقوى على الأرض. يتنقل الرئيس الأمريكي بين الولايات وفي رحلاته الخارجية بالطائرة الرئاسية التي يطلق عليها اسم Air Force One. فكرة الحصول على طائرة متطورة نمت عبر الغيرة من الاتحاد السوفيتي، حيث كان يطير الرؤساء الأمريكيون قبل ذلك بطائرات أقل تقنية يطلق عليها نفس الاسم Air Force One، ولكن مع استخدام السوفييت لطائرات أحدث نشأت فكرة تصنيع طائرة مميزة للرئيس. حصلت الطائرة على تصميمها الحالي منذ عهد جون كينيدي، لكنها بالطبع ليست نفس الطائرة المستخدمة الآن. هذه الطائرة هي نسخة عسكرية من طراز بوينغ 747 الشهيرة بملكة السماء. تم تسليمها العام 1990، وهي ليست طائرة واحدة بالمناسبة، بل اثنتان طبق الأصل. ويتم إطلاق اسم Air Force One على الطائرة التي تحمل الرئيس في عهد ترامب. ما الذي حصل؟ قرر الرئيس السابق الموافقة على صفقة مع بوينغ لشراء طائرتين جديدتين يتم التسليم الأولى منها في عام 2027، لكن أمر بتغيير التصميم تماماً ترامب. ترامب طلب استخدام الأحمر والأبيض والأزرق، الأمر الذي قالت بوينغ إنه سيكلف الكثير من الأموال، ولكن لسبب معين، لحاجة التبريد الإضافي للمحركات نتيجة استخدام اللون الأزرق. لكن ترامب تمسك برأيه، وحينما جاء بايدن قرر العودة إلى التصميم الأصلي. الآن تقول حملة ترامب إنه سيعيد اللون الذي اختاره إذا ما عاد إلى البيت الأبيض.